بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة المرقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعل الله أيامنا وأيامكم عامرة بالمسرات، وتقبل الله منا ومنكم هذا الشهر الكريم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذا هو برنامجكم من المحراب في عامه الرابع. أتعلمون من هي هذه الشخصية التي قيل فيها: يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وجيوش الروم تخشاه؟ هذا الرجل وهذه الشخصية إذا مشت في فج مشى الشيطان في فج آخر. أظنكم عرفتموه، إنه أبو حفص، إنه الخليفة الراشد، إنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقاتي برنامجكم اليومي في رمضان، برنامج من المحراب، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.